اولا بودي ان اشكر جريدة الشعب على مشاركتها في هكذا مهرجان اقول، وفي كل مرة تكون جريدة الشعب بقوة، ومن خلالكم اشكر كذلك القائمين على هذه الجريدة. جناح ديوان المطبوعات الجامعية اكيد هو اسم على مسمى، يشارك بالكتب الجامعية الأكاديمية العلمية خدمة للطالب وللأستاذ الجامعي وللأسرة الجامعية. نحن في الطبعة 22 لصالون دولي للكتاب، من هذا المنطلق أقول يعني لو كان طفل في سن 22 يعني أصبح شاب ناضج، يعني بودي أن أقول أن الصالون يتطور من سنة إلى سنة وهو في سن النضج، هذا ما جعله يوفر جو ملائم للعائلة الجزائرية، للصغار للأطفال للكبار للجميع للطبقة المثقفة، هذا ما جعل منه مقتد وما سمح له أن يكون له إقبال واسع وعريض. كتاب ديوان المطبوعات الجامعية هو كتاب في سعره هو في متناول الجميع. نحن فائدة ديوان المطبوعات الجامعية هي خدمة العلم، خدمة المعرفة، خدمة الجامعة الجزائرية وليس الربح. إذن الكتاب الجامعي في ديوان المطبوعات الجامعية هو في متناول الجميع. نحن في اليوم ما قبل الأخير تمنينا أن يكون الصالون عمره أكثر من هذا، لما لا في الصالونات القادمة إن شاء الله في الطبعات القادمة يمتد عمره إلى 15 يوم أحسن من 10 أيام، هذا ما يسمح للعائلات وخاصة للقراء الكرام في الدول في عفوا في البلدان في الولايات الداخلية السماح لهم بالحضور هنا إلى الجزائر العاصمة لاقتناء الكتاب. أكيد ناجح، هو في من سنة إلى سنة يتطور، من سنة إلى سنة يكون إقبال أكبر. من خلالكم كذلك أود أن أشكر كل القائمين على هذا الصالون، لأنه حقيقة خدمة للعلم، خدمة للثقافة، خدمة للمعرفة، وخدمة للجزائر الغالية جزائر مليون ونصف مليون شهيد. أهنئ أولا كل العمال في جريدة الشعب على 55 سنة من الوجود، وأقول لهم جريدة الشعب هي رمز من رموز الصحافة الجزائرية، جريدة الشعب بصمت اسمها بحروف من ذهب، من منا في الجزائر لا يعرف جريدة الشعب، وهي كذلك كرأي شخصي في تطور متزايد وتواكب الحدث، وهذا شيء مهم جدا. إذن أقول لكم هنيئا لكم ومزيد من النشاحات إن شاء الله. عفواً.